مختلفة، كل جنب لجنب بعض لا تمام، وما في بيناتهم هاي الستروما، الستروما صارت قليلة تمام. عم حتشوفوا شوي يعني أنا شفت بكم بؤرة كانت منتشحة ضمن العضلية، حتشوفوا تشكلها بتبدي مثل هون، تشكلات بلشت تكون بتغزي العضلية تمام. طيب هلا خلينا ننزل نشوف التشكلات بتكون مبطنة، هي خلايا مانا طبيعية تمام، خلايا إنه فيها تطبق، فيها نوى، فيها هايبركروميجيا، فيها نويات، إذا هذول الغدد شو خبيثة حلو؟ بس خلينا نشوف الصورة نشوف. طبعا بالمخدر حتشوفوا تشكلات غدد، هذول بيطلعوا سليمين. في جزء من البهارة طبيعية، بس إنه كمان البؤرة اللي رجعت منها هي بؤرة كارسينوما تمام، بس أنا عم دور على البؤرة الغازية اللي فيها انفيجن. هو مشكلته سطحي شوي. فهذول مثلا يعني انه شفنا الغدد المفروض تكون على السطح، فبتكون هي بصير لا كبار وقريبه من العضليه تمام، لم تغزى العضليه. هذول مثلا تركيز العضليه، هذا شو بدنا نعطي عليه تشخيص؟ ادينوكارسينوما، هي اندوميتريوم ادينوكارسينوما تمام، واندوميتريوم ادينوكارسينوما. هلا ما بتحسوا صافين عين ولا خلص شيحان ولا عين؟ طيب كورتيكوستيرويد. قال الدكتور وسام اول ما نمشي على المخدر حيث نظرنا انه كميات كبيره من